يتسبب الإفطار غير المثالي بشهر رمضان الكريم بالعديد من المشاكل الهضمية والصحية، من عسر الهضم، الحرقة، الإمساك، العطش وزيادة الوزن. وأيضا لوجبة السحور لازم يكون لها شروط معينة لحتى تعيننا على أوقات الصيام. رح نحكي العديد من المشكلات اللي بيعاني منها الصائم خلال الشهر الكريم، وكثير من الاستفسارات رح نطرحها على ضيفتنا لليوم روعة التجار وحضرتك اختصاصية تغذية. يسعد صباحك واهلا وسهلا. يسعد صباحك وصباح كل المشاهدين. يسعد صباحي. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. روعة، رمضان كريم. رمضان كريم على الجميع يا رب. يعني بالبداية بأولى أيام الشهر الفضيل فينا نبلش بأي حمية، بأي مشكلة نحن عم نعاني منها إنه نقدر ننقذ حالنا بقيان كثير وقت. صداع، يمكن تلبك معوي، شعور بالنفخة، مشاعر كثيرة أو اضطرابات كثيرة بتصيب الجسم عند الصيام الخاطئ لبعض الناس. خلينا نحكي بالبداية يعني شو هي أهم الأغذية اللي لازم تدخل على جسمنا لحتى نخفف من الآلام. تماما. هلا نحن يعني غالبا يفترض اذا الصائم عم يصير في افطاره وسحوره بطريقه صح، والوجبات اللي عم ياكلها بين الفطور والسحور، يفترض هاي المشاكل هي يعني يكون فرصه لإله انه اذا هو كان بيعاني منها قبل رمضان، فرصه لإله انه يتخلص منها او يخفف منها. لكن اللي عم يصير مثل ما ذكرتوا حضراتكم انه احيانا عم يكون الفطور عم يكون بطريقه خطا، عم يتناول بعض الاغذيه اللي هي عم تزيد المشكله، التلبك المعوي، احيانا تراكم الاكل ورا بعضه كله ساعات ورا بعضه، هذا الشيء اللي هو عم يزيد من هالمشاكل. هلا اذا نحن بدنا شوي نحكي فيه مشكله مشكله، مثل ما ذكرتي حضرتك في عندنا الصداع، في عندنا الامساك، في عندنا الغازات اللي ممكن او التخمه يلي تصير عنده او عسر الهضم. اذا فصلنا فيهم، اول شيء موضوع الصداع هو بصير عنده ممكن يكون نتيجه الخربطه في النوم، نتيجه تناول او قله تناول الكافيين اللي هو متعود عليه، واحيانا من الامساك نفسه. يعني الامساك اللي هو اصلا مشكله كثير بيعاني منها بعض الصائمين، ممكن هي تكون سبب لصداع يلي عم يعاني منه خلال فتره الصيام. هلا بالنسبه لموضوع الامساك كمان ممكن شو سببه؟ ممكن يكون نتيجه انه هو عم قله تناول المي، قله شرب المي، قله تناول الالياف، واحيانا تغيير بنمط حياته. يعني هو فرضا كان بفيق بوقت معين، بفوت على الحمام بوقت معين، هون تغير هذا النمط فبالتالي ممكن يكون سبب. هلا اذا بدنا نحكي عن الاغذيه اللي هو بده اياها لحتى يخفف من هالمشكله، اللي هو حنقول اذا نحن بدنا نحكي مشكله الامساك، اولا كثير مهم على وجبه الافطار يكون في عنا كميه عاليه من الالياف، يلي هي بتجي بالسلطه، بالفتوش، بالتبوله، اجمالا بانواع السلطات اللي بتناولها الصائم. في عنا كمان الشيء الثاني ممكن قله تناول الماء، احيانا بيفكر انه هو عم يتناول مثلا الماء من خلال بعض المشروبات اللي هي مثلا الشاي والقهوه والمته، احيانا من بعض العصائر، لكن هي بجوز احيانا هي تكون السبب انه عم تزيد له مشكله الامساك. لهيك نحن الماء الصافي كثير مهم هو يكون عم ياخذ على الاقل بحدود 10 كاسات من وجبه الفطور لوجبه السحور. الشيء الثالث اللي كمان له علاقه بالامساك اللي هو قله الحركه احيانا، يعني احنا احيانا بيعتبروا الصيام شهر للنوم، تعبانين، ما في رياضه، لا نحن بدها تدخل الرياضه وبدك يدخل النشاط البدني لحتى يخفف لنا من هالمشكله اللي هي مشكله عن جد بتكون مزعجه جدا للصائم وبتسبب له وجع راس، ممكن تسبب له حتى بنشاطه خلال النهار، ممكن يصير عنده غازات، كلياتها هي ممكن تكون سبب لمشكله الامساك. تمام. ايضا من المشاكل اللي بيعاني منها الصائم ممكن التخمه او عسر الهضم، خلينا نفرق بيناتهم من حيث الاعراض. تماما. هلا بالنسبه لموضوع التخمه بيجي من موضوع انه هو عم يتناول بسرعه، يعني هلا اذن المغرب بده يبلش يتناول كميات كثير كبيره من الطعام. هلا هذا الشيء بيخلي انه تناول الاكل، يعني خاصه اللي هو بيشرب كثير عصائر، هي العصائر بتكون عاليه بالسكر وهي بيكون فيها سوائل كثير، فبالتالي رح تسبب له تقعد بمعدته وينزل معها اكل، فبالتالي رح يصير في عنده عسر هضم وتخمه كمان. هلا الشيء الثاني كمان
كمان من أسباب التخمة اللي هو ممكن يكون تناول المقالي كميات كتير كبيرة. في بعض العائلات يوميا مثلا بده يكون في عندهم بطاطا مقلية، البيتنجان المقلي، إجمالا المقالي. نحن حتى السمبوسك اللي هو بياخدوها، أنا بقول لهم أنه نحن يفترض نبدل هالأشياء المقلية بأشياء مشوية، يعني ممكن السمبوسك أو البرك بدل ما أنها تنقلها تنشوى تماما. حتى البطاطا المشوية ممكن يعتمدوها بدل البطاطا المقلية، ممكن يمرقوا مرة مرتين بالأسبوع، بس مو دائما، لأنه هو بالنهاية رح تكون سبب لحدوث التخمة أو حتى الـ يعني الـ النفخة اللي بيشعر فيها أو حتى التعب اللي هو بعد الفطور، أنه خلص أنه أنا أكلت ما عاد أقدر أتحرك، فكلها هي بتسبب عصير هضم، لأنه نتيجة أنه هو المعدة مرتاحة 15 ساعة بيجي بدخل عليها كم هائل من هالطعام، رح يكون مزعج كتير بالنسبة للصائم. تمام روعة، خلينا نحكي الخطوات الأولية عند الإفطار. المي أكيد بيقولوا لازم تكون من حرارة الغرفة، لازم نتناول شوربات، لازم نتناول تمر. خلينا نحكي تدريجيا. تماما. هلا أول شيء يفضل إنه نحن نبلش فطورنا على التمر. ليه؟ لأنه بكون سكر الدم منخفض. أنا بدي أعدل سكر دمي لحتى يبلش يرتفع. شو أكثر شيء مثل ما ذكرته بالتقرير اللي هو التمر؟ التمر كثير مفيد. بيسألونا قد إيه عدد الحبات؟ نحن رح نقول ممكن حبة، ممكن يكون ثلاثة، ممكن يكون سبعة، بس حسب كل شخص. يعني إذا شخص عم يكون هدفه إنه هو كثير عنده بشهر رمضان بده ينقص، رح نقول بحدود 5-6 كيلو، بقى ما بصير إنه هو ياخذ 7 تمرات أو 10 تمرات، لأنه صار كثير. يعني بالنهاية كم عالي، يعني هي تعتبر بحدود 3-4 حصص من بحدود 3 حصص من الفواكه، لأنه نحن عندنا حصة التمر هي 3 حبات تمر. فبالتالي هو بلش على حنقول تمرة أو 3 تمرات. إذا كان نحيف فيه ياخذ أكثر معنا مشكلة، مع كاسة مي، هلا يرتاح شوي، بعدين يتابع بتناول الأكل، لأنه نحن بدنا نبدل شوي يرتفع سكر دمنا من السكريات اللي أكلناها من التمر، ويبلش المعدة تاخذ راحتها بالهضم، وإنه يبلش يتدرج ارتفاع سكر الدم. بعدين بيجي موضوع في ناس عندها الشوربة أساسي، نحن بنفضل إذا بده ياخذ الشوربة تكون شوربة محضرة بالبيت، يعني مانا سريعة الذوبان، لأنه يكون فيها دسم كثير عالية، رح يكون فيها أملاح عالية. فبالتالي عنا شوربة الخضار، عنا شوربة العدس، في عنا شوربة اللي هي محضرة بالبيت، مثلا شوربة البصل، شوربة الفطر، أي أنواع شوربات خضار متوفرة أو بقوليات لكن محضرة بالبيت لحتى أضبط كمية الدسم يلي فيها. بعدين بيجي عنا موضوع السلطات أو الفتوش أو التبولة، لأنه قلنا قد ايه مهمين هن، مصدر الألياف، مصدر للسوائل اللي أنا فقدتها خلال الصيام، والأهم من هيك أنه هي مصدر لكثير من الفيتامينات والمعادن. وبيجي بعدين الطبق الرئيسي اللي هو ممكن يكون رز وجنبه شيء. تمام. بنعرف عادة شرب الماء قديش هي مهمة بنظامنا الغذائي والصحي. خلينا نحكي كمان عن حاجة الجسم خلال شهر رمضان الكريم، كيف في الشخص اللي بده يصوم يوزع كمية الماء على طول الفترة اللي فيه هو يشرب فيها؟ تماما. هلا نحن موضوع المي بدنا تقريبا بحدود بين 10-12 كوب مي. هلا بياخذ احيانا جزء منهم خلال الشوربه، بعض انواع العصائر الصحيه الطبيعيه، يعني هي العصائر مثلا عصير برتقال، عصير الفريز اللي هو محضر بالبيت ما يكون عصائر مصنعه. هلا بيجي المي، انا بقول انه ممكن اذا اخذ كوب او كوبين على الافطار، بعدين انه مشان ما ينسى كل ساعه او كل نص ساعه يعير بحدود النص كاسه للكاسه، هيك لوقت السحور، السحور بياخذ عليه كاستين بيكونوا توزعوا، اما اذا بده ياخذهم دفعه واحده ان كان على الفطور او السحور، هذا الشيء بيرهق الجسم بيتعبه، فبالتالي رح يكون في له مشاكل وله اضرار على الجسم، انه نحن عندنا بس اخذت بهذا الوقت مباشره رح يصير في تصريف عن طريق الكليه، وانا يضل باقي نهاري والاعضاء الداخليه ناقصه بالسوائل. تمام روعة، يعني كثير في من الأشخاص بيفطروا بعدين بيرتاحوا شوي، بجوز يمكن بيفطروا على شوربات أو سلطات، بيرجعوا بياكلوا دسم دسم دسم، حتى على السحور بياكلوا هي الدسم أو الطبخ. يعني في عالم بتأجل هي الوجبة الأساسية اللي هي الطبخ لبعد شوي او لا السحور. خلينا نحكي قديش غلط نحن نضل عم ناكل الدهون، قديش غلط انه نحن نملي جسمنا بشيء ما عم نصرفه، وخاصه نحن قاعدين يعني. تماما. هلا كثير حلو هذا السؤال، لانه في كثير من الاشخاص اذا ما يعني حتى لو انه هي ممكن تاكل نفسه على الفطور بتخبيه لوقت السحور من نفس الاكل او تاخر.
هلا انه ما لنا مشكله انه نحن اذا اكلنا الطبق الرئيسي رح نقول بعد ساعتين او ثلاثه من وجبه الفطور ما لنا مشكله، لكن الاخط يعني الاغلط هو انه نحن ناخذها على وقت السحور. هي الطبق الطبخ يلي هو ممكن يكون عباره عن مثل ما قلتي مواد دسمه، ممكن رز وجنبه شيء شو ما كان، انه هو فبالتالي رح يكون دسم عالي، ممكن يكون فيه اشياء مقليه كثير، والشيء الاهم انه هو رح يكون عالي بالملح والبهارات، هذا الشيء رح يخليني عطشانه كثير خلال النهار. ليك نحن يفضل انه تكون وجبة السحور عبارة عن حواضر، أشياء فيها مثلا حليب، فيها لبن، فيها بيض، جبنة، حتى ممكن أنا أخذ بقوليات، لكن تكون قليلة بالملح، قليلة بالبهارات مشان ما أعطش، بالعكس يعني بتخليني أشعر بالشبع لفترة طويلة. كثير مهم انه مثلا اذا انا شخص فرضا زاد عندي معكرونه مثلا فطاير سمبوسك ما اتناولهم على وجبه السحور، لانه هن عباره عن نشويات رح تحرر سكر الدم بسرعه ورح بسرعه رح احس خلال النهار اني انا جوعانه. فبالتالي يفضل انه نحن يكون عباره عن حواضر ما تكون عباره عن طبخ. نعم روعة. ايضا خلينا نحكي بنقطة كثير مهمة، كثير في اشخاص ما بيتسحروا، بيقولوا اذا تسحرت انا رح اجوع كل النهار، خلينا نحكي هيك هي النظرية العلمية انه يعني علميا عن جد اذا تسحر الشخص هيك بتشتغل معناته، مثل في ناس بيقولوا انا ما بفطر الصبح، اذا فطرت الصبح بدي ضل عم مقلوش كل النهار. تماما، هي هلا بالنهاية عادة، هلا كثير غلط يعني خاصة اذا حدا بيتعب، حدا عنده شغل خلال النهار، ربات المنزل، انه اذا في عنده شغل مرهق ومع اطفاله تدريسهم، لا ضروري جدا وجبة السحور بتخفف من الإعياء خلال النهار، بتخفف من التعب، بتخفف من الدوخة، بتخليني يعني يكون أدائي خلال النهار أحسن إذا أنا كنت عم بتناول وجبة السحور. لهيك كتير مهم نحن تكون عنا وجبة السحور، وضروري جدا نأخرها، يعني في ناس بياخدها الساعة 12 الساعة 1، لا نحن بدنا نأخدها قبل الأذان الفجر بحدود الساعة، فبالتالي أنه أنا هون بكون عندي طاقة لحتمدني خلال النهار ولحأخذ كتير منها فيتامينات ومعادن. يعني أنا وجبة الفطور ما حتكفيني لأخذ كل المغذيات اللي أنا بدي إياها، تجي وجبة السحور بتدعم، وممكن اني مرق مثلا حصتين فواكه او لبن او حليب بين الفطور والسحور. نعم، خلينا نعطي قبل ما نختم معك نصائح اخيرة ممكن للتغذية وكيف نحن ممكن نتمتع بجسم صحي، كيف فينا نستفاد من هذا الشهر الكريم لنعالج مشكلات عندنا الصحية ممكن تكون ومنها زيادة الوزن. تماما، انا بدي لهم هيك قواعد ذهبيه. اولا انه كثير مهم نحن الحلويات نبعد عنها قدر الامكان، ممكن ناخذها مره بالاسبوع. الشيء الثاني نستبدل الاشياء المقليه باشياء مشويه، ان كانت البطاطا وان كان حتى المواد الغذائيه اللي نحن بنقليها نحولها للاشياء مشويه. بالنسبه لموضوع الرياضه كثير مهم نحن نحافظ على نشاط بدني بالوقت اللي انا مرتاحه فيه، يعني بالوقت اللي انا على الاقل نص ساعه بالوقت اللي انا بحس حالي مرتاحه فيه، مو شرط قبل الفطور، ممكن بعد فطور بساعات النهار، يعني مثل هلا بكير انا ممكن اطلع اتمشى، هي كلياتها نشاط جدا مهم. وموضوع توزيع السوائل والماء من وجبه الفطور لوجبه السحور هدول جدا اساسيات، واستبدال الحلويات بالفواكه والتمر رح يعطينا الطعم الحلو اللي نحن بدنا اياه، اللي خاصه بيرغب فيه الصائم، ورح ناخذ معه فيتامينات ومعادن وقله دسم. تمام، كمان قبل ما نختم خلينا نضوي على نقطة وهي المشروبات اللي هي بتحتوي على عدد كبير من السكريات، على ملونات كثيرة. خلينا نحكي عن يعني تناول المشروبات، أكيد ما في مشروب بعوض عن المي، مشروبات رمضانية اللي كثير طيبة، كيف فينا نحن نتناولها يمكن بأقل أضرار؟ تماما، هلا بالنسبه للمشروبات هي نحن بنشوفها مزينه الوانها مختلفه على الاطباق وعلى سفره رمضان، لكن اول شيء انه انا بدي انبه انه المشروبات المصنعه فيها حمض الليمون، فيها سكريات عاليه، وفيها بعض الصبغيات اللي هي ممكن تكون مضره لنا، حتى ممكن احيانا بتسبب قرحه بالمعده. الشيء الثاني بالنسبه لبعض انواع المشروبات اللي نحن كمان لازم يعني ممكن اذا حبينا ناخذ منها، اللي هي عباره عن عصير الفواكه، بعض انواع العصائر الطبيعيه المحضره بالبيت. بنيجي كمان بيسالونا على عرق السوس يلي هو انا بيرفع الضغط. تمام تمام، يعني يفضل انه خاصه اذا حدا شخص عنده بارتفاع ضغط او عنده عرضه لاصابه بارتفاع الضغط يفضل انه هو يبتعد عنه قدر الامكان. بالنسبه في عندنا التمر الهندي هو كثير مشروب صحي، لكن مشكلته بكم السكر العالي، فبالتالي انا بنصح ربات المنزل انه يحضروه بالبيت ويتحكموا بكميه السكر المضافه، وما تتجاوز كل هاي العصائر اللي حكينا عنها زياده عن كوب لكل شخص، لانه هذا الشيء رح يسبب له تخمه، رح يسبب له اعراض هضميه مضره له وعطش. تماما.
يعني معلومات كثيره ونصائح كثيره اخذناها من حضرتك لليوم. اكيد الالتزام بهي المعلومات يلي قلتيها او النصائح اكيد رح تعطي نتائج كثير ايجابيه. بنشكرك كثير لوجودك معنا لليوم. شكرا لكم، شكرا على الاستضافه. اهلا وسهلا فيك روعه.